قلبي طلاب سينيور 1 ان شاء الله ده ليسن 2 معانا في المنهج. بيقول لي determines the type of fruits، عايز يعرف ايه نوع الحل. انا هنا كنت بستخدم الجنرال فورمولا، كنت بشتغل على الديسكريمنت البي باور 2 ماينس 4 اي سي، كان بيكون ليه 3 حالات، لو هو مورزان الزيرو او للزان الزيرو، لو البي باور 2 ماينس 4 اي سي مورزان الزيرو او ايكوال زيرو او ها مورزان او للزان الزيرو. مش فاهم يا مستر، تعالى معلم. البي ده اصلا البي ده اللي هو الكوفيشن اوف الاكس، يعني النمبر اللي بيكون قدام الاكس. طب ايه السي ده؟ الابسوليوت تيرم، النمبر اللي بيكون لوحده. طب ايه الاي ده؟ كوفيشن اوف الاكس باور 2. تمام، يعني انا لو عندي ده ايكوال 0 بيبقى عندي هما الحل تو ريل اند ايكوال. حلو، طب لو هو للزان الزيرو بيبقى التو روتس عندي كومبلكس، يعني نوت ريل، يعني الحل عندي بالنيجاتيف. طب لو هو مورزان الزيرو بيبقى تو ريل اند ديفرنت، يعني مختلفين. طب تعالى كده ناخد رسمه كل واحد فيها جرافيكلي عشان الموضوع يثبت معانا. تعالى معلم، كان انا عندي هنا الاكس والاكس داش، الواي والواي داش. هنا الحل عملت انترسكشن مع الاكس اكسس في كام بوينت؟ 1 2. فساعتها السوليوشن سيت عندي التو ريل اند نوت ايكوال. حلو قوي. طيب لو كان عندي المنظر ده، عملت انترسكشن مع الاكس اكسس في 1 بوينت، يبقى انا عندي ريل وايكوال. طب لو كان بالمنظر ده، هتاخد كل واحده بالتفصيل دلوقتي، ما عملتش انترسكشن للاكس اكسس اصلا، فساعتها كومبلكس اللي هي نوت ريل. تعالى تفهم الموضوع بالتفصيل واحده واحده في الاكزامبل اللي معايا. يلا بينا. اكس باور 2 ماينس 2 اكس بلس 5 ايكوال 0. مش قبل ما اخش على طول، دي على الصوره العامه ولا لا؟ طبعا. ايه الصوره العامه بتاعتي يا مستر؟ الايكويجن في طرف الزيرو في طرف. يلا بينا. الاي ايكوال، البي ايكوال، السي ايكوال. الاي ايكوال 1 كوفيشن اوف الاكس باور 2، البي ايكوال نيجاتيف 2، السي ايكوال 5. يلا بينا اشتغل على الديسكريمنت بي باور 2 ماينس 4 اي سي، هروح ادرسه. هل انت مورزان الزيرو او انت ايكوال زيرو او انت للزان الزيرو؟ لو هو مورزان الزيرو هيبقى ريل ها ونوت ايكوال، لو هو ايكوال زيرو هيبقى ريل وايكوال، لو هو للزان الزيرو يعني بالنيجاتيف هيبقى كومبلكس. يلا بينا. بي باور 2 يبقى نيجاتيف 2 الكل باور 2 ماينس 4 تايمز 1 تايمز 5، يعني انا عندي 4 ماينس 20 يعني هيديني نيجاتيف 16. النيجاتيف 16 دي نمبر بالنيجاتيف يا مستر، يعني للزان الزيرو. يبقى انا ساعتها عندي التو روتس، التو روتس مالهم بقى؟ ها ار كومبلكس. تمام زي الفل. يبقى انا دلوقتي لو طلعت لي بالنيجاتيف يعني للزان الزيرو بيكون التو روتس ار كومبلكس. تعال نحل نمبر 2. الاي ايكوال، البي ايكوال، السي ايكوال. البي ايكوال ايه الاي ده يا مستر؟ الكوفيشن اوف الاكس باور 2. البي ده يا مستر كوفيشن اوف الاكس. السي ده يا مستر 25. يلا بينا نشتغل على الديسكريمنت بي باور 2 ماينس 4 اي سي، اشوف هل هو ايكوال زيرو او مورزان الزيرو او للزان الزيرو. يبقى انا عندي نيجاتيف 10 الكل باور 2 ماينس لازقين في بعض يعني تايمز 4 تايمز 1 تايمز 25، يعني هيديني 100 ماينس ال 100 اوبا ايكوال زيرو. يبقى ذيرفور التو روتس، التو روتس مالهم يا مستر؟ ار ها ريل وايه تاني؟ وايكوال. تمام، يبقى دي الحاله الثانيه بتاعتي. تعالى هنا، يلا بينا حفظنا بقى. الاي ايكوال، الاي ده كوفيشن اوف الاكس باور 2، البي ايكوال، البي ده كوفيشن اوف الاكس، السي ايكوال، السي ده حاسب اخده بالاشاره بتاعته نيجاتيف 4، واشتغل على الديسكريمنت بي باور 2 ماينس 4 اي سي.
يلا بين ال p power 2 يبقى 10 power 2 minus 4 times 1 times negative 4 يعني 100 positive 16 يعني هيديني 116 ده more than 0 يا مستر يبقى ساعتها 2 roots 2 roots مالهم بقى ها real and different يعني مختلفين وعرفنا الرسمة بتاعته طب هنا مستر هل هي على الصورة العامة بتاعتي؟ لا لازم اخليها على الصورة العامة اعمل ايه؟ لو انا عندي number قدامه bracket كنت بعمل له distribution times الاول times الثاني x times x x power 2 x times negative 2 negative 2 x كل ده equal 5 هل دي على الصورة العامة؟ لا لازم اخلي الاكويجن في طرف والزيرو في طرف البوزيتيف يخش الاذر سايد بالاي بالنيجاتيف يبقى انا عندي x power 2 minus 2 x minus 5 equal 0 ال a equal ال b equal ال c equal ال a ده coefficient of ال x power 2 ال b ده coefficient of ال x يعني النمبر اللي قدام ال x هنا 1 هنا negative 2 هنا negative 5 يلا بينا نشتغل على discriminant p power 2 minus 4 a c اشوفه ده هل انت equal 0 هل انت more than 0 ولا less than 0 يبقى نيجاتيف 2 الكل باور 2 ماينس لازقين في بعض يعني تايمز 4 تايمز 1 تايمز نيجاتيف 5 وحطها في براكت كده عشان ما تتلخبطش يبقى انا عندي 4 ماينس 4 تايمز 1 ب 4 تايمز نيجاتيف 5 نيجاتيف 20 نيجاتيف نيجاتيف تبقى بوزيتيف يبقى 4 بلس 20 ايكوال 24 اوبا ده مور ذان الزيرو يا مستر يبقى ساعتها 2 روتس تروتس مالهم ريل وديفرنت مختلفين تمام تعال هنا هل ده على الصوره العامه لا لازم اخلي الايكويجن في طرف والزيرو في طرف ده كله يروح للاذر سايد بعكس الساين يبقى انا عندي 6 x باور 2 ماينس 19 x بلس 15 كل ده ايكوال 0 ال a ايكوال ال b ايكوال السي ايكوال الاي ده حفظنا بقى المفروض 6 البي نيجاتيف 19 السي 15 اشتغل على الديسكريمنت بي باور 2 ماينس 4 اي سي خلاص بقى الموضوع بقى سهل المفروض يبقى نيجاتيف 19 الكل باور 2 لازقين في بعض يعني تايمز 4 تايمز 6 تايمز 15 والله يا مستر لو طلع بوزيتيف يبقى ريل ونوت ايكوال لو طلع ايكوال 0 يبقى ريل وايكوال لو طلع للزين الزيرو يبقى كومبلكس اعملها انت بقى بالكالكوليتر تعالى هنا بيقول لي اف ذا تو روتس اوف ايكويشن هنا بقى الافكار هتبتدي معانا ها ركز بيقول لك اف ذا تو روتس اوف ايكويشن اكس باور 2 بلس 4 اكس بلس الكي ايكوال 0 ريل وديفرنت استفدت ايه من الكلمه دي استفدت ان البي باور 2 اللي هو الديسكريمنت ماينس 4 اي سي ريل وديفرنت يعني مور ذان الزيرو تمام طيب الاي ايكوال البي ايكوال السي ايكوال البي ايكوال كوفيشن اوف الاكس باور 2 1 البي ايكوال 4 الله ينور طب السي ايكوال كي يلا بين يبقى انا عندي 4 باور 2 اشيل كل بي واحط مكانها 4 واشيل كل اي واحط مكانها 1 اشيل كل كي واحط مكانها سي يبقى 4 باور 2 ماينس 4 تايمز 1 تايمز كي كل ده مور ذان الزيرو يبقى انا عندي 16 ماينس 4 كي مور ذان الزيرو اودي النمبر عند النمبر النيجاتيف يجي هنا بالبوزيتيف 16 مور ذان 4 كي اعمل ديفايدد على النمبر اللي قدام الفيرب او الفور هنا معمول لها تايمز تروح هناك بالايه بالديفايدد يبقى انا عندي الفور مور ذان الكي اوبا ده الحل هنا يطلع انترفال يا مستر طالما ساعتها عندك خدها بقى قاعده طالما طلع ريل وديفرنت او طلع ريل او طلع كومبلكس ساعتها الحل بتاعك هيطلع بالعربي كده بقول لك الفور اكبر من الكي يعني ساعتها الكي بيلونج من اول النيجاتيف انفينيتي كل الارقام النيجاتيف معايا لحد الفور والنيجاتيف انفينيتي على طول اوبن طب هنا الفور مالها اوبن يا مستر عشان مفيش ايكوال تعالى هنا الفكره الثانيه بيقول لي التو روتس ار كومبلكس يعني ايه ار كومبلكس يا مستر يعني الديسكريمنت للزان الزيرو بي باور 2
minus 4AC للزان is 0. الـ A equal الـ B equal الـ C equal الـ A equal K coefficient of X power 2. طب الـ B equal negative A. طب الـ C equal 16. كمل. ها أشيل كل B وأحط نيجاتيف 8، يبقى نيجاتيف 8 الكل باور 2 ماينس 4 لازقين في بعض يعني تايمز تايمز الكي تايمز ال 16 كل ده للزان الزيرو. وانا مغمض كده انا عارف ليه كومبلكس، يعني هيطلع لي الحل في انترفال. نيجاتيف 8 باور 2 يعني 64 ماينس 4 تايمز كي 4 كي تايمز 16 64 كي كل ده للزان الزيرو. اودي النمبر عند النمبر، النيجاتيف يجي هنا بالبوزيتيف يبقى 64 مور ذان 64 كي. اعمل ديفايدد على النمبر اللي قدام الفيرابل، يبقى انا عندي ال1 للذان الكي. قولها بالعربي، يبقى انا عندي الكي اكبر من ال1، يبقى ساعتها الكي بيلونج ها من اول ال1 اكبر من ال1 لحد الانفينيتي. دي اوبن ودي اوبن. تمام. تعالى الاخر مسألة معايا في البورد هنا، بيقول لي if the two roots 3x power 2 minus 6x plus k equal 0 are equal. اوبا، يعني ايه are equal؟ يعني انا عندي الديسكريمنت equal 0، يبقى p power 2 minus 4ac كل ده equal 0. ال a equal ال b equal ال c equal ال b equal 3 ال b negative 6 ال c equal k. ماشي، اشيل كل بي واحط نيجاتيف 6. حفظنا بقى الموضوع، خلاص بقى ممل يعني، الموضوع سهل قوي. يبقى انا عندي نيجاتيف 6 الكل باور 2 ماينس 4 لازقين في بعض يعني تايمز 4 تايمز 3 تايمز كي. حط براكت يا مستر. حاضر. ماشي، يبقى انا دلوقتي عندي 36 ماينس 12 كي كل ده ايكوال 0. سؤال هنا، الحل هيطلع لي انترفال؟ لا طبعا، ده هنا في ايكوال اكنها ايكويشن بالظبط. النيجاتيف يروح للاذر سايد بالبوزيتيف، يبقى انا عندي 36 ايكوال 12 كي. اعمل ديفايدد على النمبر اللي قدام الفيرب، يبقى 12 وهنا اوفر 12، يبقى ساعتها عندي الكي ايكوال 3. دي الافكار المبدئيه اللي على الليسون. انا لسه ما غوضتش، لسه في ثلاث افكار مهمين بيتكرروا ان شاء الله في الاكزام. تابع معايا ان شاء الله وهتلاقي الدنيا بسيطة والدنيا سهلة معاك. تابع معايا كده اول باول وهتلاقي الدنيا كويسة ان شاء الله. يلا بينا حبايب قلبي نكمل افكار الليسون. خلي بالك كل الافكار اللي على البورد دي، كل اللي اتكرر في الاجزام او اللي اتكرر في الامتحانات لمدة 3 سنين، مش هيجي لك اصعب من ده. ركز معايا، اول واحدة نفس الفكرة بتاعت البورد اللي فاتت. يلا بينا. كنت بقول ايه؟ الـ A equal ال B equal ال C equal ال A ال coefficient of X power 2 3 ال B coefficient of X negative 5 ال C اخدها باشارتها منساش negative 2. بشتغل على discriminant P power 2 minus 4 AC. يلا بين، يبقى انا عندي negative 5 الكل power 2 minus لازقين في بعض يعني times 4 times 3 times negative 2. حط براكت يا مستر. حاضر. يلا بينا، يبقى انا عندي 25 minus 4 times 3 equal 12. 12 times negative 2 يديني negative 24. negative negative تبقى positive يعني هيديني 49. تمام زي الفل. طب ال 49 ده more than 0، يبقى therefore it two roots are real. وايه تاني يا مستر؟ not equal. تمام زي الفل. تعالى هنا بقى، ابتدى اللعب معانا هنا بقى. ماشي، زياد يعدي واللعب يبتدي. كل ده انت هتقصه. صح؟ عد عد عد، حاسب اللمبه طاعه عليك مستر حسام، مكهربنا كلنا. ماشي. يلا بينا، تيجي بقى اللعب من اول هنا. يلا بينا، ال A equal ال B equal ال C equal ال A coefficient of ال X 1. طب ال B coefficient of ال X ده هنا coefficient of ال X power 2 sorry، وهنا coefficient of ال X هيديني 2K plus 3. طب ال C يا مستر ال absolute term النمبر اللي بيكون لوحده. يلا بينا نكمل. هو قال لي هنا ال two roots مالهم يا مستر؟ قال لي ال two roots are equal.
يعني ايه ار ايكوال؟ يعني الديسكريمنت عندي بي باور 2 ماينس 4 اي سي ايكوال 0. يلا بينا. يبقى انا عندي 2k بلس 3 الكل باور 2 ماينس 4 تايمز 1 تايمز سي اللي هي كي باور 2 كل ده ايكوال 0. حط براكت يا مستر. حاضر. يلا بينا. البراكت ده كان بيتفك ازاي بقى؟ فيرست باور 2 سكند باور 2 فيرست تايمز سكند تايمز 2. فيرست باور 2 يبقى انا عندي 4k باور 2 سكند باور 2 في الاخر وعلى طول بوزيتيف 3 باور 2 ايكوال 9. فيرست تايمز سكند 6k تايمز 2 12k ماينس 4k الكل باور 2 كل ده ايكوال 0. البوزيتيف 4k باور 2 مع النيجاتيف 4k باور 2 يبقى انا عندي 12 بلس 9 12k بلس 9 ايكوال 0. تعال نقلها فوق. يبقى انا عندي 12k بلس 9 كل ده ايكوال 0. اودي النمبر عند النمبر البوزيتيف يجي هنا بالنيجاتيف. يبقى انا عندي 12k كل ده ايكوال نيجاتيف 9. اعمل ديفايدد على النمبر اللي قدام الفيربل. يبقى ساعتها الكي عندي هنا 12 يا جماعه صباح العسل. يبقى انا ساعتها الكي عندي ايكوال نيجاتيف 3 اوفر 4. تمام. يبقى كل الفكره هنا اللي انا اعرف افك البراكت الباور 2 بيتفك ازاي. فيرست باور 2 سكند باور 2 في الاخر وعلى طول بوزيتيف فيرست تايمز سكند تايمز 2. تعالى هنا. هل دي يا مستر على الصوره العامه؟ لا، لازم اخليها على الصوره العامه. الايكويجن في طرف والزيرو في طرف. يبقى الاكس ماينس 11 تنزل زي ما هي ماينس. يلا بينا. نمبر قدامه براكت بتعمل له ايه؟ ديستريبيوشن تايمز ايه الاول تايمز ايه الثاني. اكس تايمز اكس اكس باور 2 نيجاتيف اكس. ليش؟ يبقى اكس تايمز نيجاتيف 6 نيجاتيف 6 اكس. خلي بالك عشان ده بالنيجاتيف. طب يلا بينا نعمل له تايمز بالنيجاتيف يا مستر. حاضر. نيجاتيف اكس تايمز اكس نيجاتيف اكس باور 2 نيجاتيف اكس تايمز نيجاتيف 6 نيجاتيف تايمز نيجاتيف يديني بوزيتيف 6 اكس. كل ده ايكوال 0. تمام. اجمع كل اتنين مع بعض شبه بعض. في حاجه شبه الاكس باور 2؟ لا. يبقى نيجاتيف اكس باور 2 تنزل زي ما هي. في نمبر تاني؟ لا. يبقى نيجاتيف 11 ينزل زي ما هو. خليه في الاخر. حاضر. 6x 1x يديني 7x. قلت لك بقى هنا ريمارك قويه كده حلوه قوي. قلت لك لازم اخلي الكوفيشن اوف الاكس باور 2 او لازم اخلي الاكس باور 2 بالبوزيتيف. فهخلي دي بالبوزيتيف هعملها تايمز نيجاتيف يعني. واقلب اشارات اللي بعدها كلها تبقى نيجاتيف 7x بوزيتيف 11 كل ده ايكوال 0. اشتغل على الديسكريمنت. اروح اشوفه ده بقى. هل هو ايكوال 0؟ يبقى ريل وايكوال. هاو لو هو مور ذان الزيرو يبقى ريل ونوت ايكوال. هاو هو ليس ذان الزيرو يبقى كومبلكس. يلا بينا. الاي ايكوال البي ايكوال السي ايكوال. الاي كوفيشن اوف الاكس باور 2 ايكوال 1 البي نيجاتيف 7 السي ايكوال 11 البي باور 2 يبقى نيجاتيف 7 الكل باور 2 ماينس. حط براكت يا مستر. حاضر. لازقين في بعض يعني تايمز 4 تايمز 1 تايمز 11. طب وبعدين؟ يبقى انا عندي 49 ماينس 44 كل ده هيديني 5. اوبا ده مور ذان الزيرو. يبقى ليه ذان؟ ها البي باور 2 ماينس 4 اي سي مور ذان الزيرو يبقى التو روتس ريل ونوت ايكوال. تمام. تعالى هنا. دي على الصوره العامه. الايكويجن في طرف والزيرو في طرف. اقول ايه بقى؟ الاي ايكوال. ركز معايا. الاي ايكوال البي ايكوال السي ايكوال. الاي ايكوال كوفيشن اوف الاكس باور 2 1 البي ايكوال نيجاتيف 3. طب السي يا مستر؟ اوعى اوعى يضحك عليك. الابسوليوت تيرم كل ده 2 بلس 1 اوفر كي. تمام. يعني هو ممكن يجيبها لي على المنظر ده؟ طبعا طبعا ده ممكن يلعب عليك كده. يلا بينا نشتغل على الديسكريمنت. بي باور 2 ماينس 4 اي سي. يلا بينا. البي باور 2 يبقى نيجاتيف 3 الكل باور 2 لازقين في بعض يعني تايمز 4. حط براكت يا مستر. حاضر. بص انا بقول ازاي؟ اعمل اللي انا بعمله بالظبط والنبي ما تشغل دماغك. يا اخي ابوس دماغك ما تشغل دماغك. احنا امكانياتنا كده. شغل الكالكوليتر بس. 4 تايمز 1
تايمز ها 2 بلس 1 اوفر كي. تمام. طب وبعدين نيجاتيف 3 الكل باور 2 9 ماينس 4 تايمز 1 ايكوال 4. تمام. طب اعملها كده هنا في براكت برضو. حاضر. ايكوال 4 الكل في براكت 2 بلس 1 اوفر كي. نمبر قدامه براكت بعمل له ايه؟ ديستريبيوشن تايمز الاول تايمز الثاني يبقى 9 ماينس 4 تايمز 2 ايكوال 8. نيجاتيف 4 تايمز 1 كي يديني نيجاتيف 4 اوفر كي. مستر مش فاهم الحته دي جت منين. حاضر تعالى كده على جنب. لو انا جيت قلت لك نيجاتيف 4 تايمز 1 اوفر كي، اي نمبر ربنا خلق امه اوفر 1 واللي فوق تايمز بعضه واللي تحت تايمز بعضه. نيجاتيف 4 تايمز 1 يديني نيجاتيف 4 1 تايمز كي اوفر كي. هو ده اللي انا عملته اهو. طيب اجمع كل اتنين مع بعض شبه بعض، كل ده ايكوال 0. هو قال لي التو روتس على فكره يا جماعه، قال لي التو روتس ار ايكوال. هو اللي قال ماشي. 9 ماينس 8 ايكوال 1 ماينس 4 اوفر كي الكل ايكوال 0. اودي النمبر عند النمبر النيجاتيف يجي هنا بالبوزيتيف، يبقى انا عندي 1 ايكوال 4 اوفر كي. اي نمبر عندي اوفر 1 واعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى ساعتها الكي ايكوال 4. تمام ماشي. يبقى احنا كده يا جماعه خرب بيتك احنا وقفنا في ايه؟ جبت الكي ماشي. يبقى انا هنا في الاكزامبل هنا كان بيقول لي انا عايز التو روتس ار ايكوال، فساعتها عملت الديسكريمنت كله ايكوال 0 ورحت اجيب الفاليو اوف الكي. تمام. تعالى هنا يلا بينا بقى بسرعه بقى حفظنا بقى. ها اشتغل الاي ايكوال، الاي ايكوال كام؟ كوفيشن اوف الاكس باور 2 ايكوال 1. البي ايكوال مستر ايه المنظر ده؟ 2k ماينس 1 اكتبها زي ما هي. ولو عايز تعمل لها ديستريبيوشن اعمل لها يلا بين تايمز الاول تايمز الثاني يبقى 2k ماينس 2. طب السي يا مستر اهو النمبر الابسوليوت تيرم، النمبر اللي بيكون لوحده يبقى ماشي. بشتغل على الديسكريمنت بي باور 2 ماينس 4 اي سي. هو قال لي دول برضو ريل، هو اللي قال وايكوال. وعايز ايه يا مستر؟ عايز الكي. حاضر. كل ده ايكوال 0. اشتغل بقى معايا البي باور 2، يبقى انا عندي 2k ماينس 2 الكل باور 2 ماينس لازقين في بعض يعني تايمز 4 ها تايمز 1 تايمز السي اللي هي بكام يا مستر؟ 2k بلس 1 حطها في براكت. حاضر. كل ده ايكوال 0. ده بيتفك ازاي يا مستر؟ طبعا 4 تايمز 1 ايكوال 4 اهو. ده بيتفك ازاي؟ فيرست باور 2 يبقى 4k الكل باور 2، سكند باور 2 في الاخر وعلى طول بوزيتيف، فيرست تايمز سكند نيجاتيف 4k تايمز 2 نيجاتيف 8k. يلا بينا ماينس نمبر قدامه براكت اعمل له ديستريبيوشن تايمز الاول تايمز التاني. ما تيجي نعمل له ديستريبيوشن بالنيجاتيف. حاضر. نيجاتيف 4 تايمز 2k نيجاتيف 8k. نيجاتيف 4 تايمز 1 نيجاتيف 4 كل ده ايكوال 0. اجمع كل اتنين مع بعض شبه بعض. ال 4K باور 2 تنزل زي ما هي ماينس 8K، وماينس 8K يديني نيجاتيف 16K، والبوزيتيف 4 مع النيجاتيف 4 راحوا مع بعض كل ده ايكوال 0. قدامك حاجه من اتنين بقى، يا اما تمسك الكالكوليتر وتعمل لي مود ايكويجن 3 هيطلع لك A و B و C. ال A equal 4 ال B negative 16 ال C equal 0. ساعتها هيطلع لك ال value of ال K. او ممكن اقول لك ايه، اخد ال 4K كومان. لما باخد كومان بعمل divided يديني K minus 4 كل ده equal 0. كنت بعمل ايه؟ اقسم الصفحة نصين يلا خدته كومان equal. يلا بينا حبايبي نكمل اخر 2 اكزامبل معانا عشان نقفل الليسن ده خالص. طبعا البطاريه فاضت المره اللي فاتت عشان انت لو تلاحظ ان انا غيرت يعني، فده يوم جديد. ها ماشي. دلوقتي بيقول لي اكس باور 2 ايكوال اكس k بلس 2. دي على الصوره العامه؟ لا. ايه الصوره العامه؟ الايكويشن في طرف والزيرو في طرف، يعني كل ده يروح للاذر سايد بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى انا عندي اكس باور 2 ماينس ها k بلس 2 كل ده ايكوال 0. تمام مستر. انا النيجاتيف ده مضايقني، اعمل له ديستريبيوشن يا عم انا غلطان. يبقى انا عندي كي باور 2 ماينس كي ماينس 2 الكل ايكوال 0. حلو قوي. تمام. هو قال لي ان التورين مالهم هنا؟ اكيد قال لي ان التورين ار ايكوال ريل، التوروتس ريل وايه؟ وايكوال.
ماشي يلا بينا. الاي ايكوال، الاي ايكوال كام؟ 1 كوفيشن اوف اكس بار 2. طب البي ايكوال كام؟ فين الاكس؟ لا فين الاكس؟ انت مفيش اكس، يبقى البي ايكوال 0 على طول. ما هو الديفينيشن بتاع البي ده ايه؟ كوفيشن اوف الاكس. طب هنا مفيش اكس، يبقى البي ايكوال 0. طب السي ايكوال ايه بقى؟ محدش ينسى، نيجاتيف كي ماينس 2، اخدها باشارتها، يبقى نيجاتيف كي ماينس 2. طب هو قال ان التو روتس ار ريل وايكوال، يبقى انا عندي الديسكريمنت بي باور 2 ماينس 4 اي سي ايكوال 0. طب البي ب 0 خلاص يا عم، ولا كانها موجوده، يبقى نيجاتيف 4 لازقين في بعض يعني تايمز تايمز ال 1 تايمز السي، لا حطها في براكت ليه؟ عشان النيجاتيف ما يلخبطكش. كل ده ايكوال 0، نيجاتيف 4 تايمز 1 ايكوال نيجاتيف 4، وهنا نيجاتيف كي ماينس 2 كل ده ايكوال 0. نمبر قدامه براكت اعمل له ديستريبيوشن، تايمز الاول تايمز الثاني، نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف كي 4 كي، نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 2 بوزيتيف 8 كل ده ايكوال 0. اودي النمبر عند النمبر البوزيتيف يجي هنا بالنيجاتيف، هو بيقول لك ان التو روتس ريل وايكوال وعايز الكي. يلا بينا، يبقى انا عندي 4k ايكوال نيجاتيف 8، اعمل ديفايدد على النمبر اللي قدام الفيربل، او الفور هنا معمول لها تايمز تروح هناك ديفايدد، يبقى انا عندي الكي ايكوال نيجاتيف 2. تمام زي الفل 10 على 10. تعالى بقى اخر اكزامبل معايا، بيقول لي بروف ذات ان الاكويجن دي ان التو روتس ار راشونال نمبر. اخر اكزامبل ما تقلقش، اخر واحد وهنمشي اهو. ماشي، اجي اطلع دلوقتي الاي والبي والسي، الاي ايكوال ايه يا مستر؟ طب البي ايكوال بي يا مستر؟ طب السي ها بي ماينس اي. مستر ايه موضوع راشونال نمبر ده؟ قال لك طالما لقيت الفيرابل عندك، طالما وصلت البيرفكت سكوير، يبقى هي ار راشونال نمبر. طب انا اوصل ازاي يا مستر؟ هتعامل على الديسكريمنت بي باور 2 ماينس 4 اي سي ايكوال 0. والله لو لقيت ده از بيرفكت سكوير، يبقى هما التو روتس ار راشونال نمبر. طيب البي باور 2 اهو تنزل زي ما هي، نيجاتيف 4 لازقين في بعض يعني تايمز، حطها في براكت يا مستر. حاضر، 4 تايمز اي تايمز سي، حطها في براكت بي ماينس اي، كل ده ايكوال كام؟ 0. الله ينور، يبقى انا عندي بي باور 2 ماينس 4 اي في براكت بي ماينس اي كل ده ايكوال 0. نمبر قدامه براكت هعمل له ديستريبيوشن، تايمز الاول تايمز الثاني، يبقى انا عندي بي باور 2 ماينس 4 اي بي نيجاتيف 4 اي تايمز نيجاتيف اي يديني بوزيتيف 4 اي باور 2 كل ده ايكوال 0. هو ده مش بيرفكت سكوير؟ يعني ايه يا مستر؟ يعني الفيرست ده السكوير روت بتاعه بكام؟ ب بي. طب واللاست ده السكوير روت بتاعه بكام؟ ب2a، وما بينهم الساين بتاعت الميدل نيجاتيف، مش كل ده اعرف افكه كده؟ لا مستر انا مش مقتنع. بص يا معلم، بص البراكت ده بيفك ازاي، فيرست باور 2 اهو، سكند باور 2 اهو، فيرست تايمز سكند تايمز 2 اهو. طالما انا لقيته بيرفكت سكوير، طالما لقيت الديسكريمنت از بيرفكت سكوير، يبقى ساعتها ان التو روتس، السؤال ده مهم وجا السنه اللي فاتت، ان التو روتس ار راشونال نمبر. تمام، يعني انا دلوقتي هتعامل على الديسكريمنت يا مستر واقول له ايكوال 0، واتعامل عادي يا مستر، لقيتها بيرفكت سكوير خلاص يبقى التو روتس ار راشونال نمبر. من اهم الاسئله اللي في الليسون، بعد اذنك ركز عليهم كويس جدا جدا جدا، واي سؤال يقف في البوكلت هاتهولي، اي سؤال في كتاب المعاصر في كتاب ليه في اي كتاب ربنا خلقه هاتهولي، ونحله مع بعض ونهتم، هنلاقي الدنيا لذيذه ان شاء الله.